جولة صحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تي في. أهلا بكم. نستهل جولتنا من يومية الأحداث المغربية اللي عنونات الصيادلة ينتفضون ضد احتكار باستور، وجهات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة إلى وزير الصحة تدعوه إلى التدخل العاجل لتوفير لقاحات الأنفلونزا وتلقيح المواطنين على مستوى الصيدليات لإنجاح حملات التلقيح وتسهيلا لولوج المواطنين للقاحات وحماية لهم من الأمراض. وإلى يومية المساء 20 سنة سجنا تنتظر المتورطين في استئجار الأرحام والمتاجرين في اللواقح والأمشاج. حسم مجلس النواب الإجماع في قانون المساعدة على الإنجاب الذي يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب بعد أن وضع المبادئ العامة المنظمة لهذه المساعدة، كما تضمن عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا في حال القيام بممارسات مجرمة. ونختم بأخبار اليوم. توقيف شقيق بوانو في البرلمان. أوقفت شرطة البرلمان إدريس بوانو شقيق عبد الله بوانو داخل مقر مجلس النواب بعدما حضر لمقابلة فريق العدالة والتنمية، وعلمت اليومية أن سبب التوقيف قضية شيك بدون رصيد. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.